شباك لبيك، اطلب اي شي في الدنيا اجيبه بين يديك. ياي يا الله، الجني الزاحف اللي يطلع من ابريق الغبار السحري. تكفى يا بطل، حقق لي اعظم امنياتي. اوكي بس اسمع، انا ما راح اعطيك الا امنية واحدة فقط، اوكي؟ فكر مزبوط قبل ما تطلب. واي ليش الجنيات الثانيين يعطون ثلاث امنيات؟ والله شوف يا اخي، انا كذا مزاجي كذا كسلان، بعطيك امنية واحدة فقط. تبيها ولا اسحبها منك؟ طيب طيب خلاص، ابي واسطة. نعم ابي واسطة. وش امنيتك اجيب لك واسطة يعني؟ نعم ابي واسطة. ورا يا اخي، ورا ما تطلب لك شيء ثاني، ورا ما تطلب لك قطعة ارض على اربع شوارع في شمال الرياض؟ لا، ورا ما تتمنى مليون ريال؟ لا لا لا، ابي واسطة. بكيفك. ياي واسطتي، يا الله شكرا يا الجني السحري. تكفى يا الواسطة، ابي قطعة ارض في شمال الرياض على اربع شوارع. ولا يهمك، خلني ادق على ابو بندر. الو ابو بندر، ايه حياك، بخير الله يسلمك. بغينا قطعة ارض في شمال الرياض للغليم. نعم على اربع شوارع، الله يخليك. الله يسلمك يا ابو بندر. حمود عبد الله. نعم هنا. تفضل يا اخ حمود، هذا صك ملكيتك الارض في شمال الرياض على اربع شوارع. يلا سلام عليكم. واو يوك، كيف سويتها؟ يا الله، ايش الجنان هذا. طيب تكفى الواسطة، ابي مليون ريال. مليون مبروك للفائز بالمليون ريال سعودي، مقدمة من الواسطة إلى الشاب حمود. ياي مليون ريال، أقدر أسافر بها للبحرين. لا أنا تكفى الواسطة، تكفى حقق لي أمنيتي أنا. طيب يا الواسطة، أبي ثلاث أمنيات جديدة من الجني. يا جني سم طال عمرك، عطى ثلاث أمنيات جديدة. لكن طال عمرك النظام. أقول لك عطى ثلاث أمنيات جديدة، أنا فوق النظام. أبشر طال عمرك.